السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج سيمنال. دلوقتي ممكن تيجي هنا في اللايبراري هتلاقي مثلا 3D موديل، عايز تحط مثلا كلوز، عايز تحط دور، أي حاجة من الحاجات دي تقدر إن أنت تختار وتقدر إن أنت تنزلها معاك في المشهد. تعمل داونلود، السلام ده معناها لسه هتدوس مرة عشان يبدأ يعمل لها داونلود، وتقدر تسحبها في المشهد البرنامجي الخاص. تمام، تقدر تحركه، تقدر ان انت تقول له موافق، تقدر تعمل سناب مع اي عنصر تاني. طيب نرجع تاني للليبراري، هلاقي عندي 3D scenes، ده يوفر معايا وقت كتير قوي، لان انا ممكن اقول له عايز مشهد كامل فيبدأ يكون لي المشهد الكامل، واقدر ان انا ادخل جوه المشهد دوت، بعمل زوم لحد ما ادخل جوه المشهد بالشكل دوت. بلاقي مثلا الكوباية ديت تقدر تعملها، مثلا تقول له انا عايز اعمل سناب تو اوبجكت، تختار الاوبجكت تاني فتتنقل للاوبجكت دوت زي ما انت عايز. هتلاقي عندك اور مثلا زي ان انت تقدر تعملها موف، ترانسفورم، تقدر تنقلها، تقدر تعملها روتيت لو انت حابب، تقدر تعملها سكيل، تقدر تتحكم فيها بأشكال كتيرة جدا. تقدر تقول له مثلا جلوبال ترانسفورم زي ما انت عايز، تقدر تعملها سناب للجراوند او اوبجكت، او تعمل الاين لو عندك اكتر من عنصر وعايز تخليهم على نفس المحاذاة. طيب عايزين نشوف بقى الموضوع ده في الفي ار، فاقول له في ار فيور واقول له افتح لي الفيور. هاجي هنا واقول له اول فيور، بعمل لوج ان على الحساب بتاعي، تقدر تقول له ماي موديل لو عندك موديل جاهز، او شير موديل، او ستيم لاب موديل. وهنا هتلاقي السيلكت ايتم، ممكن تقول له انا عايز اشوفها ديسكتوب، او عايز اشوفها على الفي ار، او ممكن مباشرة تيجي هنا وتقول له انا عايز ادخل مباشرة على شو ان فيور، وتقول له عايز ديسكتوب او بي سي في ار او ستاند الون في ار. ديسكتوب، ايوه دلوقتي بقيت انا موجود اهوت كان ملابس النضارة، وتقدر ان انت تتحرك من خلال الماوس والفرع بالشكل دوت. دي الايد اهي تحت اهيت، ولو دوست بقى عندك تو بيبدا يجيب لك ان انت تشوف العناصر الليست 3 4 5، يخليك تقيس، يعني تقول مثلا عايز اقيس من هنا لهنا. وهكذا. طيب بيقول لي انت متأكد ان انت عايز تخرج، طيب برضه ممكن لو جيت هنا في ال VR ممكن قلت له VR بيقول لك PC VR، يعني معاك ال VR هتوصلها بالكمبيوتر، او ستاند الون VR هيحط لك نسخة تقدر انت تاخدها وتحطها على الجهاز بتاعك، النضارة بتاعتك زي ما انت عايز. زي ما انت شايف البرنامج سهل جدا ان انت تستخدم موضوع ال VR ده جواه، وتقدر تعمل اكسبورت VR باكج فايل، اكسبورت VR كتالوج ايتم، او EXE ملف EXE، وتقدر تقول له VR environment، وتقدر تتحكم في الاعدادات بتاعت الشمس مثلا، تمام. احنا بس جوه الغرفة مش حاسين بالاختلافات، لكن خرجنا هتبدأ تحس بكل الاختلافات، الشمس الاتجاه بتاعها، الانيبل الشمس صن، تقدر تكتبها. فده هيسهل عليك كتير جدا في الشغل بتاعك. ممكن تعمل ابلود لليسون، او ممكن تعمل كريت كويز اسئله بقى للناس، ممكن تصدر الدرس ده للاكس اي بي اي،
از سكورم. كل الحاجات دي كلها سهلة من غير برمجة ومن غير إحخاص. هنكملهم إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية بإذن الله.